واحدة من المجتمع المدني، هي من رابطة كاتبات المغرب، أدافع بكل ما أملك وما يسمى بالدبلوماسية الموازية. احنا استغلينا او اشتغلنا على الدبلوماسية الثقافية الموازية، الا انه للأسف اسجل عدم اهتمام باي مبادرة، مبادرة من الصحراوية الوحدوية، لا من وزارة الداخلية ولا من وزارة الخارجية ولا من المعنيين بالملف، وهم يعرفوا رؤوسهم دون تسميتهم. في لا تخطينا والله الدبلوماسية الملكية اللي أعطت وتعطي واللي احنا نحظ نتائجها اليومية، سواء عن بعد أو عن قرب، سواء كانت في القارات الخمس أو في القارة الإفريقية ولا كذلك داخل المملكة. يجب أن يعلم العالم بأن الصحراوي الوحدويون هم أغلبية الصحراويين، وهم اللي من حق الأغلبية أن تكون ممثلة، ومن حق الأغلبية أن تدافع عن الملف، ومن حقنا جماعات وأفراد أننا ندافع عن الملف. تصور على أنك تشتغل على من بيتك قاعدة على طابلتين وتقبل وسائل التواصل كامل الاجتماعي وتزرك كلمة أو يزرك كلمة أو كذا، ما ننتظروا على أنه نكونوا مدعومين رسميا من طرف الدولة أو من أو أن نكونوا مسيسين وكذا. إحنا بوجه شوف يقولوا أهل الصحراء عن اليرقس ما يخزن وجهه، والله نقولوا عن اللي بالدرجة اللي يشطح ما يخبي وجهه. وهذه قضية مصير، قضية أمة. إحنا يكفينا فخرا على أننا مغاربة. أنا تحضرني في كلمة قلت للراحل الملكي الكبير الحسن الثاني الله يولي برحمته، قلت مولاي لو لم أكن مغربية لسعيت لها، هذا شرف بالنسبة لي. ليش نتخزن؟ من خايفين؟ من نحتاج الدعم الوطنية بالمقابل؟ هذا سؤال نطرحه لجميع الصحراويين، سواء كانوا في الجهات الثلاثة الصحراء أو في موريتانيا أو في الجنوب الجزائري. شنو اللي يقف بينك وبين ضميرك أمام الله سبحانه وتعالى؟ الانتماء للوطن شرف، خاصة على أننا نمشي لأبعد من ذا، على أن كل الصحراويين والأشقاء الموريتانيين يؤمنون بآل البيت. إذا البيعة لمحمد السادس ثابتة بالنسبة لأهل الصحراء، ثابتة لأنه أصلا جلالته من أهل البيت. وإذا مشينا لكل الجواني سواء تاريخي، إحنا 13 قرن والله يا 14 قرن إحنا ملكي، تعتبر المملكة المغربية ثاني مملكة في العالم بعد المملكة البريطانية. واحدين جاءوا قاعد للستين والله يا من عركن. كذلك وجه من خلال هذه الفرصة اللي أعطيتوني إلى الشعب الجزائري، ما نراه من تضليل للقضية الصحراء وصمة عار في جبين السياسيين والقادة الجزائريين. التاريخ لا يرحم أبدا، وحتى الإخوة في موريتانيا وكذلك للحكومة الجديدة في موريتانيا تحت قيادة الرئيس أودر غزواني، ويل الغلط غير مسموح إطلاقا. انتم عارفين الأخبار وعارفين التاريخ وعارفين الجغرافية، وجاء الوقت أنكم تسمعوا للضمير الحر داخل الأقاليم الجنوبية. طيب.